دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا لميا حمدين عشان تعرفنا على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ من القاهرة جولتنا المرورية وبالتحديد من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى مناطق وسط البلد. كمان هناخد طريق شارع الجيش وهنلاحظ ان هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر، وهناك في بعض الكثافات المرورية المتقطعة واللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي برضو كثافات مرورية وواصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر. أما نفق الأزهر فبيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات إنما بسيطة، يعني للي جاي من صلاح سالم ورايح لميدان الأوبرا والعكس. لو رحنا حلوان هنبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، وهناك برضو في كثافات إنما نسبية ومكملة وواصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدأت تقل تدريجيا لكن هترجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. نستكمل جولتنا إنما في شوارع الجيزة ونبدأ في ميدان مصطفى محمود اللي فيه سيولة مرورية، وفي شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية نسبية. في كمان كثافات تانية ظهرت أعلى كوبري الجامعة، ولو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم، ظهرت طبعا عليه كثافات مرورية وده نتيجة التحويلات. نروح للإسماعيلية دلوقتي وهنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر لحد دلوقتي على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. هنروح دلوقتي لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في برضو بعض الكثافات النسبية وكثافات نسبية تانية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.